الرئيس السيسي وملك البحرين يستعرضان الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. عقب لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي يوآف جالنت يقول إن حرب غزة سوف تستغرق أكثر من بضعة أشهر. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم، تفاصيل النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة الجهود الدولية الجارية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة. وتوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال الهاتفي أيضا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. تتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والتي تشمل مواد طبية وغذائية ومستلزمات معيشية. 15 يوم أنا بقى، وأنا بقى 30 يوم في النار دي، ولو قعدت بقى سنة فلسطين تتكلم دوما وليس يوما. ينتظرون بالأيام دون لحظة ملل أو كلل سائق مئات الشاحنات المحملة بأطنان من المساعدات المصرية والدولية لإغاثة غزة. بقالنا 30 يوم في النقلة ديت، تمام، محملين من القاهرة. أنا قعدت في غزة إن شاء الله، الحمد لله عدتنا بسلام. عدتنا كنا محمل مراتب اللي بتاع المستشفيات، عدتنا الحمد لله بسلام، والشعب إن شاء الله إن شاء الله في مستوى أفضل وأحسن في القادم، وربنا يعدها لهم على خير. وفلسطين في القلب دوما وليس يوما. ويختلف المشهد كثيرا مع الإذن بالدخول. تتسابق الشاحنات لنقل ما تحمله من مواد طبية وغذائية ومستلزمات معيشية لنصرة ودعم الأشقاء في قطاع غزة دون تردد، بل يدخلون محملين بالخير والدعوات لنصرة فلسطين ووقف الحرب. كما كنت مدي لابنك حاجة حلوة، يعني دخلت تساعد الناس، حاجة تساعد مساعدة. ايه الحمولة اللي معاك؟ مواد غذائية. بقالك كم يوم منتظر؟ يعني بقالي زي 8 ايام دلوقتي. احساسك وانت داخل جوه؟ في فرحة، في فرحة، وربنا يعيننا ويعينكم. يعني احنا عايزين ندخل الحاجة لاخواتنا بس جوه مش اكتر. ايه والله، وربنا يكون في عونهم يا رب. داخل لاخواتي واهلي، مفيش اكتر من كده. مصر عامله مجهودات كويسه مع شقاف مصر، ربنا يعينهم ويقويهم كمان وكمان، وفادي اولادنا واخواتنا اللي موجودين هناك من كل شر. ولا يقتصر المشهد على المواد الاغاثيه المعتاده، بل اصبح الوقود مطلبا حيويا لاستمرار الحياه. احساس ان انا راح اخدم اخواتي وعيالي. ووفقا لتوجيهات مصرية ترابط سيارات الإسعاف ليل نهار أمام المعبر حتى يأتي الخبر بقرب وصول مصاب غزة لتتحرك على الفور. بنخش وناخد حالات من جوه ودي المستشفيات، سواء مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى العريش أو مستشفى بير العبد، والحالات دي شغالين معاها، يعني في الجهات العليا معانا حضرتك شغالين معانا وكله الحمد لله. مساعدات تخطت آلاف الأطنان، تحتل مصر الصدارة في مساهمات جمعها فضلا عن تنظيمها والضغط الدولي لاستمرار تدفقها لقطاع غزة. مجهودات مصرية مستمرة لدعم أهلنا في قطاع غزة، أحاسيس متنوعة لسائق الشاحنات أثناء عملية الدخول والخروج أيضا، التأكيد دوما على وقوف مصر قيادة وشعبا مع القضية الفلسطينية حتى يتم وقف إطلاق النار أو الوصول لحل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من أمام معبر رفح، حمادة العربي، النيل للأخبار. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد 4 أشخاص آخرون على الأقل بينهم أطفال في قصف الاحتلال لمنزل في المعسكر الغربي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة. كان قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس قد أسفر منذ ليلة أمس عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، كما قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفحاح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى. تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة. تحتدم المعارك البرية في اليوم 69 للحرب على غزة في عدة محاور وسط الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع. الطيران الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة في وقت تقصف فيه المدفعية المناطق السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما تسبب باستشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة. فقد استهدف قصف مكثف محيط مستشفى المعمداني وتسبب في ضرر كبير بمبانيه. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال تحاول ارتكاب مجزرة في مستشفى كمال عدوان، كما ارتقى شهداء وأصيب الكثيرون في قصف لمنزل في مخيم النصيرات ومنطقة التحلية في خان يونس ومركبة مدنية ودراجة نارية في شمالي رفح. وقال الجيش الإسرائيلي إن لديه أساليب وطرقا قتالية جديدة ولن يكون هناك مكان آمن تحت الأرض، لافتا إلى أن قوته تخوض معارك صعبة في مناطق مكتظة وأنه شن أكثر من 500 غارة على القطاع خلال أسبوع. أفادت تقارير إسرائيلية أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع ستمر بثلاث مراحل أساسية، وأوضحت أن القصف الشديد والأعمال العسكرية المكثفة سيستمران حتى يناير المقبل، ويلي مرحلة القتال الشديد هذه سحب القوات من عمق غزة ونشرها على ما تصفه بخطوط الدفاع التي يقع بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه. أما المرحلة الثالثة والأخيرة المتوقع أن تكون الأطول، فهي مواصلة العمل من أجل تدمير القدرة العسكرية لحماس من خلال عمليات عينية ومداهمات مركزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ستستمر على مدار العام 2024. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن بلاده ترى أنه يجب أن تنخرط السلطة الفلسطينية في إدارة كل المناطق الفلسطينية بما فيها غزة. We believe that the Palestinian Authority should be involved in. نعتقد أنه ينبغي أن تنخرط السلطة الفلسطينية في إدارة المناطق الفلسطينية بما في ذلك غزة، ونعتقد أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو إصلاح السلطة الفلسطينية. مرة أخرى أؤكد، نحن لا نملي من يتولى السلطة، لكننا نرى أنه يتعين أن يكون هناك جهد إقليمي ورغبة في المشاركة ودعم السلطة الفلسطينية في أن تتولى المهمة بطريقة تجعلها تظهر كسلطة حقيقية في غزة. يبدأ اليوم جاك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي زيارة رسمية إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أفادت مصادر مطلعة أن جاك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي سوف يناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهودا جارية لإصلاح السلطة الفلسطينية وتقويتها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت عقب لقاء في تل أبيب مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الحرب بقطاع غزة سوف تستغرق أكثر من بضعة أشهر. حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وقد بنت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض ليس من السهل تدميرها، سيتطلب الأمر فترة طويلة من الزمن، سوف تستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم.
تحركات دبلوماسية وتغيرات معلنة في الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل حليفة واشنطن المدللة التي تعيث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة فسادا غير مسبوق. زيارات على أعلى مستوى لكبار القادة الأمريكيين إلى تل أبيب بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصولا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للضغط على سلطة الاحتلال من أجل تغير وتيرة الحرب على قطاع غزة. فمع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث وتزايد عدد الضحايا المدنيين من سكان القطاع، تزايدت الانتقادات الدولية وبشكل خاص من جانب منظمات حقوق الإنسان على إسرائيل من أجل وقف استهداف المدنيين. تلك الضغوط الدولية المتنامية دفعت مؤخرا الإدارة الأمريكية إلى الخروج عن صمتها المشين والدعوة إلى إحداث تغير في شكل الحرب في أسرع وقت وبذل مزيد من الجهود من جانب قوات الاحتلال لحماية المدنيين في غزة. ظهر ذلك جليا من خلال مباحثات سوليفان مع القادة في إسرائيل، حيث دعاهم إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة والانتقال إلى عمليات وصفها بالأقل شدة، وذلك عقب أيام من تحذير الرئيس الأمريكي إسرائيل من أنها تخاطر بخسارة الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة. قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إنها دمرت 72 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 3 أيام فقط. المعارك مستعرة في شمالي قطاع غزة وجنوبه بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتركز القتال الأكثر ضراوة في جباليا والشيخ رضوان والشجاعية شمالي القطاع، كما تدور اشتباكات عنيفة في خان يونس جنوبي القطاع. وواصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عمليات استهداف الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة وقنص جنود الاحتلال التي تنفذها ضد القوات الإسرائيلية المشاركة في العدوان البري على القطاع الذي بدأ في 27 أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم القسام ليلى الخميس إنها قتلت 36 جنديا وأوقعت عشرات الجرحى ودمرت 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة الماضية. القسام أوضحت أن مقاتليها استهدفوا يوم الخميس 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في جنوب شرق مدينة خان يونس، كما دمرت دبابة إسرائيلية بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 ما أسفر عن اشتعال النيران فيها. وقالت القسام إنها قصفت حشودا للاحتلال في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية، وأضافت أن مقاتليها ومقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قصفوا تجمعا لقوات العدو المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف الهاون. وكانت القسام أعلنت صباح الخميس مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. ويقول خبراء إن السبب في زيادة عدد القتلى من الضباط الإسرائيليين في قطاع غزة يرجع إلى أن الجيش الإسرائيلي يضع ضابطا على كل آلية، لأن الجنود ليسوا مؤهلين لاتخاذ قرارات مناسبة في أوقات مهمة، وهو ما أدى إلى مقتل قائد إحدى الكتائب في الشجاعية قبل يومين. كما أعلنت عن استهداف دبابتين مركبة إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان في شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، إضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة BTG مضادة للتحصينات. وفي حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة استهدف مقاتل القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.
قال أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن حجم الموت والدمار بقطاع غزة لم يسبق له مثيل. وقال غوتيريش إن الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة. عربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن حزن بلادها البالغ لوفاة المواطن الفرنسي إيليا توليدانو المحتجز في غزة. كانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت انتشال جثة توليدانو في قطاع غزة، يشار إلى أن حركة حماس اقتادت توليدانو ضمن مجموعة من حفل موسيقي أثناء هجوم السابع من أكتوبر. في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أصدر نبيل أبو الدين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بيانا أدان فيه مجازر إسرائيلية متصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافة مدن الضفة الغربية، وقال أن الإدارة الأمريكية يجب أن تتدخل فورا لوقف كافة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إشعال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليدر كينج إن بلاده تريد تشكيل ما وصفه بأوسع تحالف بحري ممكن لحماية السفن في البحر الأحمر. يذكر أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014 يهاجمون سفنا بالممرات الملاحية بالبحر الأحمر منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين. أصدرت الحكومة العراقية بيانا أعلنت فيه توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على مقر السفارة الأمريكية ببغداد في 8 ديسمبر الجاري. كانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت فجر 8 ديسمبر الجاري لهجوم بعدة صواريخ لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه يعكس تصعيدا تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة. استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقد خلال قمة الاتحاد الأوروبي لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد ستستأنف مطلع العام المقبل المفاوضات لتقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا. وكانت 26 دولة بالاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 قد وافقت على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى 4 سنوات قبل أن تعترض عليها المجر وتجهدها. في العاصمة الروسية موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي إن بلاده قادرة على مواجهة كل التحديات على الرغم من عقوبات اقتصادية غربية مفروضة عليها بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا. هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة بل للمضي قدما. قوة روسيا مستمدة من التماسك القوي للمجتمع الروسي وصمود النظام المالي والاقتصادي والإمكانات المتزايدة لقدرات الجيش الروسي. هدفي في الفترة القادمة هو تعزيز السيادة الروسية، وهو ما يعني تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا وأمنها الخارجي. في العاصمة الروسية موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي إن بلاده قادرة على مواجهة كل التحديات على الرغم من عقوبات اقتصادية غربية مفروضة عليها. ليس فقط للشعور بالثقة بل للمضي قدما. قوة روسيا مستمدة من التماسك القوي للمجتمع الروسي وصمود النظام المالي والاقتصادي والإمكانات المتزايدة لقدرات الجيش الروسي. هدفي في الفترة القادمة هو تعزيز السيادة الروسية، وهو ما يعني تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا وأمنها الخارجي. ختاما لنشرتنا هذا التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي وملك البحرين يستعرضان الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. عقب لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي يوآف جالنت يقول أن حرب غزة سوف تستغرق أكثر من بضعة أشهر. وصلنا لنهاية نشاطنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.